مساء الفل والجمال على مشاهدي قناة تن. احنا النهاردة مطبخ متميز جدا، مطبخ جديد، ضيف عزيز علينا موجود في كل حتة في الدنيا، مطبخنا، في تلاجتنا، في سوبر ماركت، في مطعم، في أي حتة. احنا النهاردة مطبخنا مطبخ عبور لاند. مفيش حد بيقول عايز جبنة في التلاجة، بيقول عايز عبور لاند. عندك عبور لاند في التلاجة. ازيك يا شهير؟ ازيك يا حبيبتي، وحشتيني من امبارح، كلكم وحشتوني والله. مساء العسل عليكم جميعا، كل حبايبنا مشاهدين قناة تن، مشاهدين برنامجنا كل يوم أكلة، وإحنا بالفعل كل يوم أكلة. كل يوم صح ولا لا؟ صح. النهارده بقى بيشرفنا عبور لاند ومنتجات عبور لاند. وزي ما احنا عارفين يا شهيرة، عبور لاند يا جماعة هو براند قديم جدا في السوق، ولادنا اتربوا عليه واحنا كمان اتربينا عليه. يعني الإعلان بيقول عندك جبنة في التلاجة، لا احنا هنرفع شعار عندك عبور لاند في التلاجة. مفيش أم يا شهيرة الكلمة، الشهيرة طبعا انت عارفة. ماما أنا جعان، عندك جبنة في التلاجة، عندك جبنة في التلاجة. وفعلا فعلا هم حاجة وعبور لاند حاجة. يعني النهاردة عاملين وصفة مغذية جدا جدا، مستخدمين فيها لبن عبور لاند، ده مستخدمين فيها كامل الدسم عشان يديني غذاء أعلى، ومستخدمين كمان جبنة عبور لاند. الجبن في عبور لاند متنوعة، في الاسطنبولي دي روعة، عارفة على طماطمية تقطعيها كده، حاجة كده روعة. وفي كمان الجبنة اللي بتتفرد اللي هي المفرودة أصلا، في اللي هي سبريد، وفي كمان اللي بالقشطة. دي بنستخدمها كبديل للقشطة في الصوصات كلها. فمنتجات منوعة جدا جدا يا جماعة. غير ان هي منوعة، انا دايما لما اجي اقدم لعيلتي حاجة لازم تكون حاجة مضمونة، حاجة ليها اسم من زمان طبعا. فطبعا لما اقدم لهم عبور لاند، وكمان مقدمين عصاير كمان لاولادنا النهارده، عصاير طبيعيه 100%، فانا عارفه انا مقدمه لهم ايه. طبعا. طيب وصفتنا النهارده بقى هنعمل ايه جنب العصاير والالبان الحلوه دي؟ هنعمل الباتيه المغذي بدل ما بنشتريه من بره. وباتيه يعني جبنه، باتيه يعني جبنه ويعني شوكولاته، لا وكمان هنعجنه باللبن خالص. عشان كده انا سميته الباتيه المغذي، لانه هيتعجن باللبن. عايزة اتفرج بقى واتعلم وتتعلمي الباتيه. هتعملي باتيه يا شهيره؟ يعني يا شهيره لو جبت عجان زي ده انا هعمله، مش مشكله. العجان بتاعي بيتعكسهولي من الصبح، يعني عاجبني لونه، عشان بقول لها يعني لونه وشكته بصراحه يعني انا بحبه جدا يعني. فشهيره عماله تعكسهولي بقى من الصبح، فقلت لها ماشي يا شهيره، كل ما تقولي العجان اسكت. ايوه العجان في ايدي امانه. طيب الباتيه المغذي بتاعنا هنستخدم فيه كوبايتين لبن عبور لاند، ده الاساسي بتاعنا كامل الدسم، عشان العجينه تطلع معايا غنيه جدا ومغذيه قوي. تمام. وكمان طعمها تطلع طعم العجينه حلو. تمام. تمام. أوكي. يبقى عندنا كوبايتين لبن عبور لاند، عندنا 4 كوبايات دقيق ونص، عندنا كمان نص كوبايه زيت، معلقتين كبار سكر، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره زبده سايحه، دي اللي هلم بيها العجينه زي ما هنشوف مع بعض، ورشه ملح. بالنسبه للحشوه انا عندي جبنه عبور لاند، هجيب الجبنه المفروده اللي هي دي فيها اطعمه كتير قوي، فيها بالشيدر وفيها بطعم الجبنه العادي، كل ده هنستعمله في الحشوات بتاعه الباتيه. حلو قوي. تمام ماشي. بعد كده للوش بقى يا شهيرة، عشان يديني اللون الحلو زي تسوية الأفران. احنا دايما متعودين في البيت لما بنسوي العجين بيبقى ليها لون غريب غير بتاعة الفرن. طبعا بتاعة الفرن ده موال تاني، بس احنا بنتحايل على الموضوع. نتحايل ازاي يا قمر النهاردة؟ أيوة انتي أيوة انتي عسل النهاردة يا شهيرة. يا ترى السر؟ السر عندي انا بس. الوش بقى هيبقى صفار بيضة، وهدوبها في 2 كبار لبن من عبور لاند برضو كامل الدسم، وفانيليا وسمسم، وممكن نحط حبة البركة وممكن لا. يعني صفار البيضة صفار بس مع اللبن بيتدوبوا مع بعض. بالنسبة دي الصفار عليه 2 كبار لبن. لبن تمام. مع رشة فانيليا صغيرة. الفانيليا سواء هحطه على اللي محشي شوكولاتة أو محشي جبنة أيا كان، الفانيليا علشان تكسر ريحة صفار البيض. دي مقاديرنا ودي أكلتنا النهاردة أو وصفتنا النهاردة، هنسميه باتيه عبور لاند. أيوة. تعالي نشيل الأول المقادير اللي هندهن بيها وش العجينة. تمام. مش مرحلتها دلوقتي نهائي ولا الجبن. احنا مرحلة العجان. أيوة. الجبن بص يا أستاذ طلعت، دي أنواع الجبن المفرودة اللي بتبقى حلوة قوي في الحشوات، سواء سندوتشات أو كمان جوه المعجنات زي ما هنستعملها حالا. ناو ناو. ايه سر الإشراقة بقى؟ باشا باشا
باشا. بصوا يا جماعة، مقاديرنا سهلة جدا وسريعة بإذن الله. كل المقادير السايلة هحطها على بعضها الأول في الدورق بتاع العجان. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا شهيرة. أيوة. زيت بسم الله الأول كده، حلو الكلام. أيوة. كوبايتين من لبن عبور لاند كامل الدسم. سمعت التكة بتاعة الأمان. أيوة. بسم الله، آدي أول كوباية معايا. بصوا قوامه عامل إزاي، ولون اللبن مع القوام بيبين لك قد ايه ان هو لبن طبيعي 100% اهو. حلو قوي. وقوامه عندي كمان حاجه تانية تبين لي اللبن ده اخباره ايه. لما هز الكوبايه كده واشوف اللبن ده علم في الكوبايه ولا لا. يعني يبصوا لما يعمل لي كده زي كانها قشطه طبيعيه، على الرغم انه لبن علب لكن عمل لي علامه في الكوبايه. يعني يبصوا، تعالوا مثلا نحط اول كوبايه، بسم الله. بصي عامل لي علامات ازاي، وادي التانية. يعني ده معناه ان هو فعلا طبيعي 100%. طبيعي 100% والقوام باين، القوام زي ما يكون مثلا متدوب فيه قشطه. ايوه صح منه. فيه كل دي علامات بتبين لي قد ايه ان اللبن ده لبن محترم، اقدر اقدمه في وصفات لاولادي وانا مطمنه 100%. صح، خصوصا ان هو ده كده يثبت اكتر يا شيفاء ان هو خالي من لبن بودره وخالي من اي مواد حافظه. بيبان. بيبان طبعا. بيبان جدا طبعا. بيبان حتى في اللون، اللبن لما يكون سنه مصفر تعرفي على طول ان هو مخلوط بلبن بودر. طيب انا كده حطيت كوبايتين لبن عبور لاند، حطيت كمان الزيت بتاعنا، وادي معلقه كبيره خميره فوريه. ايوه يا فندم. معلقتين سكر ماشي. وعندي بقى هنا الدقيق، هحط عليه رشه ملح على الدقيق نفسه كده. ونشيل كل ده وخلي بقى البطل الحلو معانا ده. انا ملاحظه ان في سكر وفي رشه ملح. رشه الملح دي عشان تخلي لي العجينه ليها عرق، يعني ماسكه نفسها قويه. ماشي. العجينه بتاعتي النهارده اصلا مفتوحه. عارفه يعني ايه عجينه مفتوحه؟ لا يعني ايه بقى؟ حلو قوي. سؤال جه في محله. ايوه. طب ناخد تليفون الاول ونرجع للمعلومه دي. ماشي. مين معانا؟ يا ريم اهلا وسهلا. ازيك يا ريم؟ عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. الحمد لله. ازيك انت، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، ربنا يكرمك، انت اللي نورتينا النهارده يا قمر. خليكي تسلمي. انا عماله اتفرج على حضرتك والله، واكتب وراكي المقادير. يلا يا قمر اكتبي بقى. المخبوزات جدا. لا والباتيه بتاعنا النهارده فعلا مغذي جدا جدا لانه معجون باللبن الصافي. ما هو انا بستعمل على طول الجبنه بتاعت عبور لاند، بستعمل بقى اللبن مدام حضرتك بتعملي بيه كده وشكله فعلا طبيعي جدا جدا جدا. الوصفه بتاعت حضرتك وانتوا عارفين لما بقول لكم على حاجه من زمان طبعا وبتجربوها ورايا وبتجيبوا براندات معينه. عندي كل الوصفات بتاع حضرتك والله. حبيبه قلبي نورتيني يا ريم. الله يخليكي، حضرتك منوره ومنوره كمان سن ومنوره الدنيا كلها. ربنا يخليكي، انتوا اللي دايما منورين حياتي يا حبيبتي. دلوقتي بقى هنعجن باتيه. ايه؟ بتيع عبور لاند. بسم الله يلا بينا. بصي يا شهيرة على سرعة هادية الأول. ليه بقى؟ عشان الدقيق ما ينطرش معايا بره، هو لسه ما اتخلطش. فيعمل زروطة كده. زروطة قولي. شبورة. قلنا يعني ايه عجينة مفتوحة بقى يا شيخ. استني هوريها لك عملي. صبرا. بصي بزود السرعة كل شوية ازاي؟ لا عاجبني العجان. ايه؟ عاجبني العجان. عجاني وافتخر. كويس كويس كويس. بصي بمسحه ازاي؟ يعني دي بقى العجينه المفتوحه اللي هوريها لك دلوقتي. أيوة. انا قصدت ان انا اوريها لك عملي. تمام. عجينه مفتوحه يعني عجينه سايحه كده طريه. مفتوحه يعني عندها قابليه لدقيق تاني. فهمت. ماشي. مقفوله يعني ايه مقفوله؟ يعني ثابت الدورق ولمت على بعضها كوره. ما ينفعش احط لها دقيق تاني. فهمت. تانية دي اسمها عجينه مقفوله، قفلت على نفسها خلاص. تمام. لكن دي مفتوحه لو فضلت احط فيها دقيق هترجع تستقبل، لكن انا عايزاها تبقى ناعمه كده. ماشي. احنا هنرجع نعجن تاني لان لازم يا جماعه مش اقل من 5 دقايق عجن علشان اوصل للقوام المناسب. وحطوا في دماغكم 4 كوبايات دقيق ونص بس،
حتى لو سايبه وسايحه هي كده عشان يطلع معاكي مورق ويطلع الباتيه طري جدا. ماشي يلا بينا. بسم الله. بس كده. ايه ده العجينه سايحه خالص؟ سايحة. ينفع الكلام ده؟ ازاي يعني؟ بصي يا ستي، احط ايديا في الزبده كده. تمام. بصي كده. الزبده سايحه. تمام. وهلم العجينه بالزبده. بصي ازاي كده. ابص الاقيها ايه بتلم، بس بتلم برضو ايه سايحه. احنا عايزينها كده يا جماعه، انا عايزاها تخمر سايحه. من فضلكم احط ايدي في الزبده تاني وهلم العجينة. ماشي تعالي بقى نطلعها كده عشان نوري أستاذ سرجاني. بصي يا أستاذ سرجاني بقى العجينة بتاعتنا عاملة ازاي، تبارك الله عليها. حلوة قوي. بصي ناعمة جدا جدا، شايفين ازاي وسايحة كده. دي بعد ما تخمر هتروح ماسكة نفسها سيكة، بس لسه طرية برضو بالشكل ده. وبصي بحط ايدي في الزبدة. ايوه. بصوا يا جماعة، كل ما احط ايدي في الزبدة ولم عليها اهو، بصوا احط ايدي في الزبدة اهو، شايفين تنعم خالص ازاي وتديني ملمس ناعم جدا جدا. في نفس الدوره او الطبق اللي هتعجني فيه بغطيه واسيبها تخمر، ده لازم معايا. تمام. ماشي كده. تعالي نشوف الخمران. عشان نختصر بس خطوات، بنسيبها دلوقتي في الشتاء بنسيبها ساعه، بس لازم تتغطى كويس عشان الخميره تشتغل. تشتغل. بصوا بقى بعد ما بتخمر. حاضر. هلمها كده بالراحه كده. بصي شوفي لما خمرت بقى بتمسك. لا وليها ريحه حلوه قوي يا شيفال. شوفي شلتي البلاستيك ريحتها جدا، ما فيش شويه دقيق في، والله مش عارفه اقول لكم ايه يا اولاد. بصي يا استاذ سرجاني هنعمل ايه دلوقتي؟ يلا يلا يا فندم، ادي شويه دقيق كده واروح واخده العجينه كلها على دي. بصي بتعامل معاها ازاي لانها عجينه طريه. طريه. شايفه بتعامل معاها ازاي؟ برغم ما مسكتهاش بايدي مش هتلم. وبعدين بصي يا استاذ سرجاني بنعمل ايه، حط ايدينا كده في الدقيق كده ولمي بيها علشان تمسك معايا اهي بالشكل ده. شوفي ازاي. وبعدين هروح اقسمها اتنين كده وهعملها كوره. بصي بضغط عليها كده اهي ورش الدقيق واحط الكوره كده. تانيه نفس الحكايه. تمام كده هون. طبعا استاذ سرجاني عايز فاصل من عينيا الاثنين كده، وهسيب الكورتين دول يا جماعه يستريحوا كده بالشكل ده على ما هتطلعوا فاصل وترجعوا نكمل باتيه عبور لاند مع بعض. فاصل قصير بس هو القناه تتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والشيف هاله عامله لنا النهارده باتيه عبور لاند، الباتيه المغذي. ايوه ايوه. قولي لي بقى بتعملي ايه؟ في حاجات بتحصل هنا. لا ما انا مش هخليكم تفوتوا حاجه ان شاء الله. ايوه. بصوا يا جماعه احنا وصلنا يا شهيره لغايه ما عملنا قسمنا العجينه اتنين وكل نص عملنا كوره. يعني العجينه عملت لي كورتين. تمام. حلو كده؟ بس انا لاحظت حاجه. زودتي الدقيق؟ لا مش زودتي الدقيق، برش تحتيها دقيق لانها طريه. بتمسك نفسها بقى؟ الدقيق بيخليها تمسك شويه. ماشي معانا؟ تمام. وتعرفي تتحكمي فيها بمنتهى السهوله. تمام. بصي دي اول كوره اهي. تمام؟ طيب انا دلوقتي هدخل بقى في مرحله اسمها يا شهيره مرحله التوريق. يعني ايه؟ الباتيه يبقى مورق وطبقات. فهعمل كده زبده سايحه اهي كده. وخلي بالك من حاجه، الزبده لما بسيحها والطريقه اللي انا بعمل بيها التوريق دي اكتر طريقه ما تستهلكش زبده كتير خالص، وفي نفس الوقت تديكي توريق عالي. يعني ده سر المهنه يعني، فهمتي؟ فهمت. ده سر الفران يا جماعه، ما الفران مش هتستخدم زبده كتير طبعا، فبتسيحها وتمسح كده. غير زمان كنا متعودين يا جماعه، الناس اللي معايا اللي عارفين التوريق اللي هي العجينه اللي لازم اعملها بلوك واعمل لها بلوك كذا مره وتدخل التلاجة او الفريزر ونرجع نفرد ونعمل بلوك تاني. طبعا انت مش عارفه البلوك دي ايه. لا والله يعني بحاول. طيب بحاول القط. البلوك ده يا جماعه اللي هي بجيب زبده وبقطعها بلوك كده بحجم العجينه وبفرد كده واروح حاطه البلوك بتاع الزبده المتجمده في النص واقلب وادخلها التلاجة واطلع افرد
وارجع اطبق تاني وادخل التلاجة لمده قد ايه؟ 12 مره، 12 بلوك، عشان في الاخر توصلني العجينه المورقه دي المدرسه القديمه. دلوقتي النهارده بطريقتنا دي ولا الهوا، زي ما انتم شايفين مسحه، مش بلوك زبده بقى، مسحه كده، وبعدين بروح واخده اهي العجينه كده على النص كده. احنا تبع المدارس الجديده شايفين جديد لسه 12 مره اعمل 12 مره واسيبها في الثلاجه وارجع 12 مره ليه بس في قد ايه؟ بصوا بالشكل ده كل ما تتني تانيه لازم تمسحي زبده لازم. ادي كده، وبعدين نروح واخدين النص التاني. طيب احنا معانا شيف عمر. يا شيف عمر اهلا وسهلا. ازاي حضرتك شفال؟ الحمد لله. ازيك يا شيف عمر؟ عامل ايه؟ منورين الدنيا والله العظيم. ربنا يخليك يا رب، والله انت اللي دايما منورنا يا شيف عمر والله. ربنا يخليك، ربنا يكرمك. تعيش تعيش، ربنا يكرمك بالتوفيق دايما باذن الله وتسلم ايدك. اشكرك اشكرك يا شيف عمر، ودايما منورنا والله. اشكرك، ربنا يخليك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب، وبالتوفيق ليك دايما يا رب. بص انا عملت ايه. طب انا ليه مسحت الزبده نص عجينه بس؟ ده انا سايبه النص التاني. وانا نسيت؟ ايوه عايزين. ولا انا قصده هنقفلها؟ قصده ايوه هنقفلها عشان لما اجيب دي بقى الفاضيه. أيوة. دي عاليها كده هتبقى برضو الزبده بينها. اه تمام. واروح مظبطه الحروف كده واتك عليها. طب انا عندي مشكله دلوقتي مش هعرف اشتغل فيها كده، لو اشتغلت فيها كده الزبده سايحه. الزبده هتطلع لي من جميع النواحي. اه فلازم بعد ما اعمل الحركه دي اروح واخدها كده بالراحه واغطي وشها ودخلها التلاجة خمس دقايق بس، مجرد الزبدة اللي جوه تشد معايا. دي سهلة بس. اه دي سهلة، دي سهلة مش زي 12 مرة. 12 مرة احنا فاضيين. احنا ورانا حاجات كتيرة. احنا فاضيين يا جماعة، ضيع عمرنا عشان نعمل باتيه. انا عارفة خمس دقايق. عارفة على مثلا ايه؟ تعملي اول كورة كده وتدخليها التلاجة، تكون الكورة اللي تفردي التانية. اه تكون دي خلاص خلصت، جمدت وخلاص. حلو كده. طيب بعد ما اطلعها من التلاجة بقى اهي، بصوا مغطياها وحطها في التلاجة كده. بسم الله، ناخد دي اهي. بس طبعا لازم وشها يضغط. لا ماشي ماشي اهو كده تمام. وبعدين كده الزبدة جمدت، فانا كده هشتغل فيها وانا مطمنة. اه رش الدقيق، دايما العجينة لما بتبقى طرية استعملي معاها الدقيق على طول زي ما انت شفتي كده. تمام. بصي بقى كده، هنا بقى هستعمل الحشوة، هنا هنستعمل جبنة عبور لاند. وانا النهاردة مختارة الجبنة المفرودة اللي بتتفرد على طول. اه علشان تبقى سريعة معايا، تسرع معايا. بصي حركي كده العجينة عشان تتأكدي ان على طول على طول تحتها دقيق بالشكل ده كده. بصي انا كنت فاكرة في الاول ان الدقيق ده بنحطه عشان بس ما تلزقش. لا الدقيق ده غير ان هو بيخليها ما تلزقش. لا ده مهم جدا. بص يا شهير، عشان قبل ما نطلع فاصل هنعملها شكل مستطيل كده. أيوة. وهقول لك مصطلح هنا غريب شويه. قولي. يعني الصبح احمد حسين ضحك عليا بنموت الحروف. يعني ايه بنموت الحروف؟ بنعمل ايه؟ بنموت الحروف يعني ما تخليش الحروف تخينه. يعني بصي اهي، يعني اي حرف تخين كده بروح واخده بالنشابه كده. اه يعني لازم يبقى رفيع خالص. يبقى رفيع جدا، ده معناها بنموت الحروف. بنموت الحروف. تمام. بصي بقى كده، دلوقتي حان وقت جبنه عبور لاند، جبنه الفرد اهي، هو ده. بصوا بقى كده، وعندك جبنه في الثلاجه. أيوة. بالاطعمه بقى. بصي اهي شايفه ازاي سهله جدا 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 جدا. يعني زي ما قلت لك دي في الساندوتشات. اه جدا. وفي العجاين زي كده سهله جدا، مغذيه جدا. طبعا معموله باللبن الصافي، يعني مش عايزه ايه تاني. وفكره جديده بدل الساندوتشات. بالظبط. وفي نفس الوقت الميزه اللي فيها ان فيها اطعمه، يعني فيها شيدر، كانك بالظبط حشيتي العجينه دي بالشيدر. اه صح. بصي هنوزع كده، وبعدين نجيب معلقه ونفرد بيها اهو. شايفين ناعمه خالص ازاي؟ قوامها عامل ازاي؟ تبارك الله عليها بجد، ما شاء الله. حلو قوي. اهي ناعمه جدا جدا، بتتفرد بسهوله جدا جدا. بص يا ستي هنجيب معلقه، شوفي السهوله بتاعه الجبنه. بصي اهي وزعيها بقى كده في كل حته كده بالراحه. شايفه ازاي؟ غير بقى لما كنت هتجيبي الجبنه العاديه الصلبه وتقعدي تعملي فيها مش هتعملي فيها حاجه. بالظبط، ناكلها احسن. بصي بقى التوزيع ده توزيع عشوائي، يعني انا مش بغطي العجينه كلها، لان انا كده كده دلوقتي هقول لها لفظ دلوقتي هتقول لي يعني هرولها.
ايه شيفهالك هنرول العجينه وهنرول العجينه وهنعمل حاجات دي. يعني ايه هنرولها؟ هرول العجينه يعني هعملها رول دلوقتي، نفس فكره السينابون كده. اه يعني ازاي بقى الكلام ده؟ بص يا ستي، هلف كده، وخلي بالك الزبده اللي بين الطبقات هي اللي هتورق لي بعد كده الباتيه. بصي كده شايفين الفكره؟ بصوا الجبنه جوه عامله ازاي، عشان كده قلت لكم افردوها عشوائي، هي مع الرول ده هتفرد نفسها، هتوزع نفسها بنفسها اهي. بصوا كده. طيب عندي لفظ تاني دلوقتي. ايوه كده بقى يا استاذ سرجاني، هندبس العجينه. يعني ايه هندبسها؟ يعني هعمل ايدي كده كانها دبسه. بصي بدبس العجينه ازاي، احنا موتنا العجينه يعني نهينا على الاطراف، خلينا ارفع ورليناها علشان نخلي الجبنه تتوزع في كل بعد حتة. بعد ما دبسها كده واروح واخداها على الحته اللي كانت مفتوحه بالشكل ده. تمام ماشي. وبعدين ابطط كده سكينه يا اولاد اهي. شيلي بس الحروف دي، ده انا هوريكم دلوقتي الرل بتاع العجينه ده هيطلع لي الباتيه عامل ازاي. بص يا ستي، اربع صوابع واقطعي. تمام. اربع واقطعي، أربعة بس، أربعة مفرودين شوية يعني. اه كده. وطبعا كل واحد على حسب عايز يعمل الباتيه على أي حجم. بصوا اللي حصل، بص يا أستاذ سرجاني، شايف التوريقة عاملة زي بتاعة العجينة مع طبقات الجبنة؟ فهمتي الفكرة بقى جاية منين؟ صينية وأحط كده الباتيه بتاعنا. بنبعده عن بعض؟ وهنبعده بعيد عن بعض، لان ده لسه هيتخمر تاني يا منون شاطره، لسه هيتخمر تاني وهيكبر اكتر واكتر من كده. تمام. بصي العجينه بقى، شفتي العجينه اللي كانت طريه خالص وسايحه، بصي وصلناها لايه؟ بس طريه برضه. شايفه لسه ازاي؟ لسه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت طريه، وفي نفس الوقت العجينه لونها ابيض ازاي؟ عشان اللبن اللي معموله بيه لبن عبور لاند الخالص الطبيعي يا جماعه اهو. لا وهي فعلا مغذيه. بصوا بس يلا بينا. طيب هنطلع فاصل ونرجع لبقيه الباتيه بتاعنا، يكون اتخمر شويه، ونشوف بقى هندهن الوش ازاي وهنسويه على درجه حراره كام. فاصل قصير بس هو القناه اتغير. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع مطبخ عبور لاند. عندك جبنه في الثلاجه، ده الرد الاصلي لاي حاجه. قلنا بقى عندك عبور لاند في الثلاجه. بالظبط كده. طيب احنا وصلنا ان احنا سيبنا العجينه تخمر شويه بخمس دقائق مش اكتر من كده. هي كده كده اول ما هتشم النار في الفرن هيزيد جدا يا جماعه، يعني الباتيه اللي احنا مقطعينه ده حجمه هيتضاعف، هيبقى اتنين. تخيلوا بيتنفخ على طول من نسبه الخميره اللي فيه، بيعلى وبيكبر اكتر من كده. الباتيه هتبقى بالظبط بمقام الحجم في اتنين. طيب هنغطيه بايه بقى دلوقتي بعد ما سيبناه خمس دقائق؟ ادي صفار بيضه. ده الميكس اللي هنعمله ده اللي بيديني لون التسويه بتاعه الفرن بالظبط الجاهزه. اللي هو صفار البيضه بكسرها الاول كده شهيره ماشي، لان انا لو حطيت عليها اللبن على طول مش هتنعم، فانا بنعمها هي الاول كده والفانيليا معاها الاول. تمام. دول لوحدهم الاول. فاللي حصل ايه؟ اديتني كريمه كده ماشي. طب الكريمه دي ما ينفعش تديهن كده، عايزه بالبلدي كده تتلحلح شويه. هنلحلحها، فاكره الكلمه دي في الخلاط؟ لحلح الطماطم يا شهير. هنلحلحها بشويه من لبن عبور لاند، حوالي معلقتين كبار كده. تمام. وهقلب. يبقى خدوا بالكم يا جماعه من التكايه دي، ان انا الاول كسرت صفار البيضه مع الفانيليا، خليته كريمي كده لوحده، وبعد كده ضفت عليه اللبن. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نجيب بقى فرشه حلوه كده. فين 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 اهي. يلا. وندهن بسم الله. اهم حاجه عندي بقى لما تدهني ادهني الجوانب كمان. حطي في دماغك حاجه. ايه بقى؟ الحته اللي هتدهنيها هي اللي هتاخد اللون المظبوط، الباقي هياخد لون فاتح. فعشان اديها كلها لون التسويه بتاعك بره كلها تتغطى كده بصفار البيض. تمام. بص ازاي اهي، سهله جدا وسريعه جدا، وخليكي ايه كريمه كده في الدهان. حاضر؟ حاضر. حاضر يا ماما. تأمريني يا ماما، وفي الاخر ما حدش بيعمل حاجه. ده العادي. حاضر يا ماما وبس. حاضر بتريح. حاضر بتريح. يبقى النهاردة في مطبخ عبور لاند يا جماعة عملنا باتيه عبور لاند المغذي جدا جدا، عجناه باللبن كامل الدسم
اللبن. الله يكرمك يا رب. أيوة. لا لا انا لازم اقول الكلمه دي يعني. ايوه ايوه يعني استاذ سرجاني بيقول لي بصراحه وهو ني كده عايز يتاكل. امال لو دوت المستوي بقى هتقول ايه؟ كده ريحه العجينه تحفه. ريحه العجينه حلوه قوي علشان قوي عارفه ليه؟ عشان معموله بلبن صافي. اه بصي بقى ممكن تحطي شويه كده لبن صافي ومش اي لبن. لبن يعني عبور لبن عبور لاند كمان طبعا. يعني ده مش اي لبن. بصي رشه سمسم خفيفه كده وممكن برضو تحطي حبه البركه وممكن لا. أوه. على حسب ما انت عايز. بندخله الفرن يا جماعه على درجه حراره 180 مش 200 زي ما احنا متعودين مع المعجنات. يكون يعني الفرن سخن قبل كده لازم. أوه. اي معجنات في الدنيا اتفقنا قبل كده اي معجنات في الدنيا لازم الفرن يكون سخن قبلها. لازم تدخل تاخد صدمه. ماشي. أوكي. يبقى قبل اصلا ما اشتغل في اي حاجه اشغل الفرن تمام يسخن كويس قوي وبعدين اخلص وندخل الباتيه بتاعنا الفرن في الشبكه بنشغل فوق وتحت مع بعض على درجه حراره 180 اللي هي درجه حراره الكيك مش المعجنات. احنا متعودين المعجنات اعلى درجه حراره. الباتيه بتاعنا النهارده عشان فيه نسبه خميره عاليه عايزه اديها يا جماعه فرصه في الفرن انها تعلى. اه عشان تمام. عشان يتضخم او يزيد حجمه معايا اكتر. تمام فهمتيني. بس كده يلا بينا. ادي خلاص كده يا استاذ استاذ سرجاني خلاص كده يلا يلا. وبياخد وقت قد ايه بقى يا شيفال؟ ما بياخدش 10 دقايق والله. ايه ده والله بسرعه. اقل كمان من 10 دقايق يعني بالظبط والله. يلا بينا بقى ايه نشوف لو هقدم لاولادي فطار محترم من عبور لاند. فطار عبور لاند هقدم بتاعه عبور لاند اللي عملته. بصوا الحجم اتعمل ازاي وشايفه طري خالص. وطري ازاي وطري خالص هش كده حلو قوي. بصوا والطبقات عامله ازاي والله ما شاء الله تبارك الله يعني احلى من الجاهز كمان. تيجوا نشوف. بصوا التوريقه من جوه وطبقات الجبنه داخله جوه الباتيه مش زي ما احنا متعودين الجاهز. تبص تلاقي حته جبنه في النص كده وشكرا صح؟ بالظبط. لا هنا طبقات الجبنه بتلف مع طبقات العجين يعني السبريد اللي بتتفرد بمنتهى السهوله. انا عن نفسي انا فخوره بالبراند عبور لاند موجود في السوق معانا من احلى الالبان. وزي ما قلت لك اعرفي العلامه دي يعلم معاكي في الكوبايه يبقى اللبن ده 100% لونه ابيض فاتح يبقى اللبن ده 100% فان شاء الله الوجبه دي تعجبنا احنا قبل ولادنا. احنا هناكل بقى في الفصل كده احنا هنبدا ناكل على طول ان شاء الله. انا بقى انت عارفه انا بحب دايما هنقنق. لا ده على طول. حبيبه قلبي يا شاير. انا هندوق ونطلع ماشي تمام. احنا طالعين فاصل دلوقتي مع خبير تغذيه كريم اكرم اللي هيكلمنا بقى عن الباتيه وعن الجبنه وعن التخسيس والرشاقه والحاجات الحلوه دي. أيوة. الحياه الصحيه بقى ندخل في الحياه الصحيه مع ان انا شايفه ان ده صحي ومغذي والله. كفايه ان احنا زي ما قلت لك احنا اللي عاملينه. بالظبط احنا اللي عاملينه في البيت وقدميه لاولادك. الحاجات دي بتعجبهم جدا. الحاجات دي احنا بنخصص لها ميزانيه ثانيه خالص لما بنشتريها جاهزه من بره. لا انا عارفه انا عامله ايه وعارفه انا عجناه ازاي ومقدمه لاولادي ايه وكفايه ان انا كمان عجناه بلبن. تفتكروا بتاع السوق بره هيبقى معجون بلبن؟ لا استحاله طبعا. لا 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 استحاله اكيد لا. وبصي كميه وبصي كميه يعني والناس بتنزل تشتري الواحده بس برقم بالظبط يعني. كده دي حاجه حلوه جدا بصراحه. وعلى فكره في حاجه كمان احنا ممكن نعمله ونحطه في اكياس ونشيله في الفريزر تطلعيه تسخنيه بيرجع كانك لسه خبزاه حلو. أيوة شفتوا بقى حلو ده برضه. اعملي بقى كميه كبيره كده وخزني في الفريزر. هعمل كده انا هعمل كده. يلا شايره طلعينا يلا نروح فاصل ونستقبل خبير التغذيه كريم اكرم.